محمد نويني الكاتب العام سيارة الأجرة الصغيرة لفرع سيارة الأجرة الصغيرة بالرباط المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية للتجار المهنيين. فبخصوص هذا اليوم اللي كيشهدوه المهنيين والضرر الذي لاحق بهم ونزولا عند رغبتهم جميع الهيئات النقابية والجمعوية الممثلة لقطاع سيارة الأجرة الصغيرة الثاني نزلت في إطار تأطير هذا الوقوف اللي جاو اليوم. هاد الناس وقفوا هاد المهنيين لأنهم تقاسوا في الجيب ديالهم، المصروف اليومي ما بقاش عندهم، وهذا الشيء كله من ضمن الأسباب هو النقل السري والمدن المجاورة ديال الصنف الأول والصنف الأول ديال مدينة الرباط، علما أن الصنف الأول ديال مدينة الرباط أعطيت له قرارات مؤقتة يعني من المنصور الذهبي العين عودة ولم يفعل ذلك القرار. لماذا؟ لأنه أصبح يصول ويجول لا ينقص إلا العداد. لماذا هذا الامر هذا اليوم اللي جاوا هاد الناس هادو المهنيين يعني تقريبا شنو ولاو تيهينونا حنا كهيئات نقابيه وجمعويه، تيقول لك اودي نتوما ما درتوا لينا والو، يعني داروا جروبات ديالهم ديال الواتساب ولاو كيتواصلوا ملي كنسيقوا الخبر. حنا خصنا ضروري نكونوا في اطار التاطير باش ما تخرج الامور عن السيطره ديالها. فاليوم حنا حاضرين بقوه كهيئات نقابيه وجمعويه، جميع الهيئات النقابيه الممثله لقطاع سيارة الصنف الثاني حاضره اليوم مع هاد الاخوان ديالنا هذا، وجاوا باش يبلغوا الصوت ديالهم، وعلما اننا حنا كهيئات نقابيه وجمعويه يعني ما غنتخلاوش على هذا المهني، هو بهذا المهني باش حنا كاينين، باش حنا قائمين. لماذا؟ لان جميع المراسلات وجهناها للجهه الوصيه للعماله، لان العماله اليوم ما لقيناش شي جواب. ولايه الامن كذلك كاين واحد الحي في اطار سياره سائق سياره الاجره الصنف الثاني. فاليوم تنقول لكم بانه اليوم بغينا تطبيق الظاهر الشريف خصوصا الفصل 2 من المنظم للقطاع. ماذا يقول الفصل 2 من المنظم للقطاع من الظاهر الشريف؟ ماذا يقول؟ يقول بالنسبه للاختصاص ديال الصنف الثاني داخل المجال الحضاري، وبالنسبه للصنف الاول يعني 20 كيلومتر المحيطه بالمركز، يعني شعاع المركز ماشي داخل المدينه، وكيقول لك 50 كيلومتر خارج المركز ماشي داخل المدينه، يعني قروي باش تولي تربط لي ما بين الاحياء والدروب والازقه كصنف اول، وهذا الصنف الثاني ما محله من الاعراب، شنو الدور ديالو؟ حتى ان اليوم ولينا كنلتقطوا هذاك الفتات يعني الفتات، ولينا كناخذوا ديك الكورسه ديال 6 دراهم ونص وكندخلوا الازقه والدروب والاكتضاد، يعني ما كتصورش هذاك المصروف اليومي ديال الطوموبيل والمصاريف ديالها. المهني اليوم تقهر، المستغل تقهر، عدد ديال السيار ديال السيارات الاجره الصنف الثاني مشاو للمحجز بسبب عدم اداء القروض التي مقتنات من طرف السيارات ديالهم من طرف شركه القروض. فاليوم ولينا كنشوفوا الخباطه في العشوائيه في الرباط. اليوم كاع انا نعطيك على سبيل المثال، سير زنقه مناصير وزنقه يوغوسلافيا ومثال حي، ولدينا ما يثبت، لدينا فيديوهات البارتنير والكونغو كيمشي بالسرعه ديال 140 كيلومتر في الساعه، ونحن في التعليمات ديال سيدنا ديال الاجراءات الاحترازيه لهذا الوباء باش تخرج البلاد من هذا المازق اللي حنا فيه. وكتشوف الطاكسي الكبير واقف كيختار الوجه اللي بغى هو، علما عنده قرار غادي خصو يدي السلاح ما كيديش، وكيخلي الخطافي حداه. هادشي راه منكر، هادشي راه منكر، راه ما بقيناش قادرين نصبروا حنا كاع كهيئات، ما نبقاوش نخبيو وجاهنا. اليوم حنا تضرينا كاملين، ولينا كنتهانوا، وليتو قال لك تمشيو الاداره كيديروا لكم غيدو لي بران وكيصيفطوكم عاد تكذبوا علينا. اذا حنا بحال حنا ولينا حنا مثلا كنطيحوا مع المحاباه، كنسقطوا في المحاباه مع المسؤولين. حنا لسنا نقوم بالمحاباه مع المسؤولين، وانما نريد تفعيل القانون تنزيل الظاهر الشريف 63. كنا سابقا كنلتاز وكنقدروا نقولوا راه النقل كاين الخصاص النقل، ما كانش طوبيسات. اليوم مدينه الرباط تعززت الحافلات الجدد بالترامواي تمديد خطوطه، يعني ما بقاش عندنا، خصنا دابا كنطالبوا تنظيم النقل، راه ما يمكنش هذا الحال غيبقى غادي عليه. هاد الحال اللي كتشوفوا اليوم بحال اليوم دائما غيبقى مستمر، لان هادي المهني خداو مؤاخذه علينا حنايا، قال لك اليوم حنا غادي نكونوا حنا دائما في الشارع نقلبوا على الحق ديالنا، لان انتم ما بقيتوش كتمثلونا. واش حنا نتهانوا حتى لهذ الدرجه هادي؟ رغم اننا درنا مراسلات، درنا التذكير، ما لقينا حتى شي جواب، درنا طلب السيد الوالي ماشي مره ما جوج ديال الجهه ما استقبلناش، ساد الباب في الوجوه ديالنا. نحن نتمتع بظاهر شريف 57 و58 منظم النقابات المهنيه والجمعيات المهنيه، اين نحن؟ حنا كمهنيين ديال سيارات الاجره الصغيره بمدينه الرباط كنعاني واحد المشكل اللي هو مشكل كبير، اننا حنا ولينا خدامين يعني ما بقيناش كندخلوا القوت اليومي ديالنا، النهار ديالنا ما بقيناش كندخلوه. انسان ما بقى عنده باش يخلص كرا، ما بقى عنده باش يصور ما ياكل، نتيجه ظلم من واحد الصنف الاول ديال مدينه الرباط وديال مدينه سالا وديال مدينه سماره وجميع المدن المجاوره لمدينه الرباط، ما فيهم الخميسات وعين عاوده والطاكسيات المزوره، طاكسيات الصنف الاول المزوره اللي كتلقى مثلا واحد جيب لوجي دير فيها غير بلاره في الباربريز، غادي تيحط البلاره ديالو قدام الباربريز كيتم غادي تيطلعوا معاه كليان تيحيد البلاره يحطها تحت رجليه ويكمل الطريق ديالو، غادي تيهز من الحي الفاتح هو جاي تيهز حط هز حط هز حط هز من العكاري حط في اللوسيه هز
من لوصيا حط ولا جميع الازقه ديال مدينه الرباط ولاو تيدخلوا مع هاد الناس هادو ولاو تيقوموا بالدور ديال سيارات الاجره الثانيه الصنف الثاني كيقوموا بهذا الدور ديالهم ولاو تلقاهم في المسبح البلدي واقفين في طريق ديال تيعيطوا للكليان الزبناء انتم كما كتشوفوا معنا بحال هذا الصنف هذا سيارات الاجره هي واقفه الصنف الثاني والصنف الاول هو كيشتغل داخل المدار الحضاري يعني حنا ولينا يعني ما بقاش عندنا دور ديالنا وسط المدار الحضاري ديالنا المطالب ديالنا انهم يفرقوا لنا المجال ديال الخدمه ديالنا حيت حنا ولينا مع هاد الناس هادو في البلطاجيه وليتي كتجي انت خدام وسط المدار الحضاري داخل الحي يعقوب المنصور انت جاي باغي ترزق الله في كورسه كتلقى واحد جاي من سلا وقف هزها بسته درهم غير ديالك حتى العكاري ويحطها وجاي من مدينه سلا وتيتجول وسط المدار الحضاري كتطلع الحي اكدال كتلقى الطاكسيات ديال سلا كيخدموا وسط المجال الحضاري وسط الحي ديال اكدال راه باسونتر لاكار ديال اكدال ماريفين مستشفى العسكري تيجيب الكليان من سلا ويحطو في المستشفى العسكري ويدور ويهبط على شارع الجيش الملكي ويجي على المنال ويكمل الطريق ديالو حتى لحي الفتح ويدور من حي الفتح ويتم جاي ما كيهزش المقاعد اللي غادي خصهم يهزهم من باب شاله ويديهم لسلا كيبقى يجول معاك وسط المدار الحضاري تيهز لك بلاصه بلاصه وانت غادي والناس هادو يعني اللي ولاو ما اخويا اش غنقول لك ما بقيناش كنصوروا نهارنا حنا ولينا كنشوفوا راسنا ضعنا والقانون ما تيحميناش القانون ما بغاش يحمينا ما عرفناش واش كاين شي رجل حديدي ولا شي مراه حديديه مور هاد الكواليس هادي الله اعلم حنا بغينا نعرفوا حقنا فين كاين في هاد البلاد هذا كمواطنين مغاربه دمنا احمر عروقنا خضر ما عندناش حقنا في البلاد الله عاش الملك الله ينصر سيدنا قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب بارطاجيو الفيديو ديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.